عم شوف انت راضي اكتر او انت مقتنع اكتر بوضعك اكتر من هالشخص. هالشخص من جوا غير راضي، مش مبسوط. طيب نشوف الطاقة المشتركة بينكم او حاليا يعني، او شو ممكن يكون سبب الخلاف بينكم او احد من اسباب الخلافات بينكم. Rejection، في طرف بينكم، ممكن انت او ممكن الطرف الاخر، حس برفض، حس انه انرفض من الناحية العاطفية من الشخص الاخر. ممكن هالشخص هو اللي بيحس بالرفض تجاهك، لانه عم شوف انه في كتم من المشاعر، ما مش عم تحكوا لبعض بطبيعة مشاعركم أو بحقيقة مشاعركم، شو اللي بتحسوه لبعض. عم شوف بينكم كتير باشن عالي، وهيدا ممكن يكون، أو في بينكم شغف كتير عالي، ممكن يكون ولد الغيرة بينكم، أو ممكن هالشخص أو أنت، لأنه هاي الطاقة مشتركة، عم الوضع بينكم خلق نوع من الغيرة، بالذات لأنه الوضع بينكم عم شوف عفوي، أو ما في إله طريق أو نمط أو ستراكتشر معين تمشوا عليه. ف ممكن يكون هالشخص أنت وهو مش بعلاقة جدية، فصعب عليك إنه أنت تعبر أو هو يعبر ويحكي بطبيعة مشاعره أو شو اللي بيحس فيه بينكم. الطاقة المائية عم شوف أيضا أنت وهو بتشوفوا بعض soulmates، لأنه عندك two of cups، فأنت وأيضا عندك the lovers هون، ففي طرف منكم عم ينظر إلى الطرف الآخر وكأنه soulmate وكأنه رفيق الدرب. أيضا ممكن يكون سبب المشاكل أو واحد من أسباب المشاكل بينكم إنه ما في جدية وما في التزام بالعلاقة، ما في خط معين تمشوا عليه. يعني أنت وهو بعلاقة، ولكن ما بتعرفوا شو نهاية العلاقة بينكم وشو رح يصير بالمستقبل، وهذا ممكن يكون أثر على أحد من الأطراف إنه ما في التزام جدي بالعلاقة. فالتقدم بينكم، يعني في تقدم بينكم من الناحية العاطفية، ولكن انت مش عارف نهاية العلاقة او نهاية التواصل شو رح يكون، او نهاية التواصل بينكم يعني شو رح يكون. بالنسبة لخطوتك القادمة في المستقبل، عم شوف انت بالمستقبل عم في اشي عم تحس انك مربوط فيه. ممكن انت البعض منكم ممكن يكون ترك هالشخص، وعم تحس انك لانه entrapment، هل هالمرة هالكرت ما يعادل او ما يوازي nine of swords، يعني انت عم تحس بسجن شوي عقلي، او عم تفكر كتير وتعيد وتزيد بامور بالماضي، عم تحس انك مربوط فيها. ولكن عم شوفك مركز اكتر على التشافي او كيف تتشافى. الحلو بهاد انه الكرت طلع عندك هون مقلوب 3 of swords. 3 of swords عادة بيرمز الى جرح بالقلب او جرح بالعواطف وجرح بالمشاعر، ولكن مع انه الديك عندي ما فيه كروت مقلوبة، الا انه الكرت اجاك مقلوب، وبس يجي مقلوب خاصة هالكرت اللي هو 3 of swords بيرمز على انك طالع من جرح معين او طالع من حالة حزن معينة، او رح تطلع اذا انت البعض منكم اذا قراءة عكسية وانت هالطاقة اللي هون، البعض منكم الوضع تطلب منك كتير من القوة لحتى تطلع منه أو لحتى تتقبل الأمر وطبيعة العلاقة بينكم، إلا أنه عم شوفك طالع من فترة حسيت فيها أنك مظلوم،
من أساسات خربت بالعلاقة، أو من علاقة فاشلة مع شخص، أو كونكشن أو تواصل ما زبط مع شخص. أيضا ممكن يكون في عندك بالمستقبل، أو رح تجيك العديد من العروض، عروض عاطفية من عدة أشخاص، ولكن بدك تنظر إلى الأمور بطريقة حيادية أو بطريقة محايدة، لأنه في كتير من العروض اللي رح تجيك نواياها مش رح تكون صادقة. وعم شوف أنت مركز أكتر، يعني أنه أنت بدك عادل بالموضوع بالمستقبل، بخطواتك المستقبلية عم تبحث إلى نوع من العدل، فأغلب العروض هاي عم شوف إنه مش رح تستهويك أو مش رح تعجبك. يعني بالنسبة لطاقة الحبيب بالمستقبل أو خطواته بالمستقبل، سادنس، عم شوف هالشخص الطاقة عنده اللي هون، أو هالطرف الطاقة اللي عنده هون رح تستمر لفترة كمان لقدام، شهر أو أسبوعين أو شهرين، حتى بيختلف من شخص لآخر، ولكن ما عم شوف تغيرات بالطاقة، من يعني بطاقته الحالية وطاقته المستقبلية. تقريبا الكروت مشابهة، الكرت اللي هون والكرت اللي هون مشابهين لبعض. لسه هالشخص عم يحس بحزن، عم يحس إنه مجروح. الطرف اللي عندي هون عم يحس إنه مجروح كتير. أيضا بده، عم شوف إنه هالشخص بخطواته المستقبلية بده بدايات جديدة من الناحية العاطفية، لأنه عنده Ace of Cups، يعني هو بده بدايات جديدة بالعاطفة، وبده يشتغل ويحط مجهود أيضا، سواء كان بعلاقة أو بداية إشي جديد معين، إلى إنه مش رح يعبر عن هالإشي. يعني هالشخص عم يشوف صعب إنه يجي يحكي معك أو يعبر لإلك عن طبيعة مشاعره، بالذات إذا أنت محوط بأشخاص أخرى أو في عندك حوالينك أشخاص أخرى. هو ماخذ موقف دفاعي، يعني باني سور حول نفسه هالشخص، وعم حسه إنه بالعقل الباطني أو بطبيعة أفكاره من جوا مشوش عاطفيا، عم يحس بصراع جوا حاله، لأنه بيكن المشاعر لإلك، ولكن بنفس الوقت بيحس إنه بموقف مش عم يسمح له إنه يعبر عن شو هو بيحس تجاهك. ممكن يكون هالشخص اكس على فكرة، او حبيب قديم، لانه عم شوف انه انت في عندك عروض هون، وفي عندك ايضا رضا نفسي، فممكن انت عم تتعامل مع شخص جديد هون، وهيدا اكس قديم. عم شوف انه هو في داخل نفسه في عنده صراع كتير داخلي، مش عم يسمح، يعني عم يتصارع مع حاله هالشخص، الوضع مش عم يسمح له إنه يعبر، فعم يكون كتير دفاعي، بده بداية جديدة معك، بس عم شوف إنه غير قادر إنه يحكي لك هالإشي، خايف من الرفض أيضا، لأنه عندك هون rejection، فهالشخص خايف إنه بس يعبر، أو إذا إجا حكى معك خايف من إنه ينرفض، أو أنت ترفض عرض الحب تبعه، لأنه بتشوف إنه غير كافي وما بيفيدك. بالنسبة للطاقة المشتركة بينكم أو بالمستقبل، طاقتكم المشتركة، في طرف منكم رح ينحط temptation هالكرت، ففي طرف منكم رح ينحط بموقف، بتوقع هالشخص اللي هون ممكن تكون انت رح ينحط بموقف يكون معرض فيه الى كتير من الاغراءات، لانه temptation عندك هون. temptation ترمز الى اغراءات الحياة الدنيا، فممكن يعني
يكون حواليك عروض كتيرة تتطلب منك القوة لحتى تعرف تصفي أو تفلتر الأشياء اللي بتفيدك والأشياء اللي مش راح تفيدك، لأنه من أغلب العروض اللي راح تجيك ممكن 90% منها أو أغلبها تكون أشياء مش راح تفيدك، أو أغلبها تكون نواياها غير صادقة تجاهك. فعم شوف إنه أنتو راح تنحطوا بموقف، أو للبعض منكم اللي أنتو بيه علاقة مع بعض حاليا ولكن الأمور مش عم تمشي مثل ما أنت بدك إياها، راح تنحطوا بجوز في ناس أيضا بدها تخرب بينكم لأنه temptations. فممكن في أطراف خارج العلاقة راح تحاول إنها تخرب التواصل بينكم، تخرب الكونكشن بينكم، لأنه عم شوف أطراف أخرى كتير بالعلاقة، عم شوف infidelity أو عم شوف خيانة أو عم شوف يعني أشخاص عم تحاول تخرب أو عم تحاول تخرب اللي بينكم بالفعل. فالبعض منكم اللي بعلاقة حاليا بدك تنتبه من الأشخاص اللي أنت محوط فيهم، لأنه ممكن أغلب الأشخاص اللي أنت محوط فيهم ما بتكون تحب مصلحتك، أو اللي حبيبك محوط فيهم. يعني انتبه من دائرة الأشخاص اللي أنت محوط فيها. أيضا البعض منكم طاقتكم في المستقبل، في عندك Knight of Wands، في عندك Nine of Pentacles، بدك ما تركز على الأمور اللي راحت، لأنه عم شوف لسه في شخص هون مكتئب، في طرف عنده اكتئاب، في شخص عم يحس، بتوقع هو هالطرف لأنه أغلب الكروت يعني بتشابه لهالكرت. ففي طرف كتير لسه مركز على الماضي وخسارة صارت بالماضي، فهمت علي؟ ممكن تكون أيضا خسارة بينكم مادية صارت، أو خسارة بنوع من ال investment بالعلاقة، بمعنى إنه عم تحس إنه في فرصة بينك وبين هالشخص ضاعت. ولكن البعض منكم لأنه عندك Knight of Wands ففي تحرك بينك وبين هالشخص، في طرف رح يتقرب إلى الشخص الآخر، أو أيضا رح يكون في عندك عرض حب من هالشخص، أو ممكن أنت تقدم عرض حب لهالشخص.